الالفر مارجن وفي الايه التيز سنان. وما بين الالفر مارجن والتشيك في حته فاضيه اسمها الفيستيبيول اوف ذا ماوث، في فراغ ما بين السنان وما بين التشيك، ده الفيستيبيول اوف ذا ماوث. لو انا هرفع اللسان لفوق هبص الاقي تحت اللسان ان هو في اليفيشن اوفر اليفيشن هنا اهو واوفر اليفيشن هنا اهو. جربوا كده في المرايه افتحوا هتلاقي في اوفر اليفيشن، ده السبلينجوال فولد. هذه السبلينجوال فولد معموله بالسبلينجوال سيريبر جلاند اللي تحتيها تحت الميوكس ممبرين. السبلينجوال سيريبر جلاند هي اللي عامله السبلينجوال فولد وفاتحه بمالتيبل اوبننج في السبلينجوال فولد في السليبري جلاند سبلينجوال سليبري جلاند. وهبص الاقي ات ذا موست انتيريور بارت بتاعها الاقي في اوبننج حته بارزه كده اهوت بيسموها السبلينجوال بابيلا. هذه السبلينجوال بابيلا فاتحه فيها السب مانديبلر سليبري جلاند. السب مانديبلر سليبري جلاند. لكن اللي فاتحه في السبلينجوال فولد السبلينجوال سليبري جلاند. ولذلك لما برفع لساني كده اهوت بلاقي كميه سلايفا تحت اللسان كتيره جدا. لان في اثنين سليبري جلاند فاتحين، واحده فاتحه في الفوق واحده فاتحه في السبلينجوال بابيلا. سبلينجوال سليبري جلاند والسب مانديبولار سليبري جلاند. هبص الاقي ما بين التانج وما بين الفلور ذا ماوس في فايبرس تيشو باند. ما بين الفلور اوف ذا ماوس والتانج. حاول تقلب كده اهوت التانج هتلاقي في فايبرس باند. هذا الفايبرس باند اهوت بيسموه الفرينيولم. الفرينيولا الفرينيولا sometimes في بعض الاطفال الصغيرين بيتولدوا الفرينيولا ده هو بيبقى very short and reach the tip of the tongue، وبالتالي تبص تلاقي الطفل ما بيتكلمش ويسموها تاي تانج. تاي تاي يعني مربوط. تاي تانج بيبقى short فرينيولا وده it reaching to the tip of the tongue. تعمل fixation of the tongue. The child will be unable to speak. ويسموها tight tongue. لما بتقص التاي تانج ده هو الطفل بيتكلم غير عفريت. ده التاي تانج غير الكم هتسمعوه وهتشوفوه. هتجيلك امه بتطلعها بص يا دكتوره غير دلوقتي ما تكلمش. عندك عنده 20 سنه. لا لا مش 20 سنة يعني أنا يعني سنة ونص سنة ونص ما بيتكلمش ولا سنة هو ما بيتكلمش ولا بابا ولا ماما ولا أي حاجة. فبص تلاقي تانج مربوط تيجي نايماه وماسكة الفرن وقصاه من غير بينج ومن غير أي حاجة خالص. ثانية واحدة تروحيه ثاني يوم دن 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 يلا الدنيا فوضى والله ده التايت تايم فيري كومن هتعملوه وفيري كومن هتشوفوه. الايه؟ الفرينيولا ده هو في الامبريولوجي عشان هو ريتد المنطقه اللي هي طوال الفبيلا في رمنا فايبرس باند ماسك الطعم. يعني مشكله لو كنت هتعمل لا 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 انت بتقصيه بتصير لغايه الاخر كمان. حتى لو عيد الرأس عادي؟ حتى لو انت قصيتي برضه الكلام بتاع الطن بتاعك ولا هتتكلموا برضه عادي. بل بالعكس هتتكلموا بطلاق. يعني ده بس ايه؟ مش هنعرف ايه نتكلم خالص ايه ده؟ ايه ايه؟
في الاثنين، الاثنين بايلاترال يا جماعه، دي زي دي، دي زي دي، وهنا سب لينجوال سيريبرال جلاند، هنا سب لينجوال سيريبرال جلاند، وهنا فتح هنا برضه، هنا اهو سب لينجوال سيريبرال، دي زي اثنين، بس عشان ما اقسمش الايه؟ الاثنين مع بعض يبقى ايه؟ بسيف تايم يعني، بسيف تايم يعني، يعني خلاص دلوقتي خلاص. السبلنج دي بلا سريبر جلاند والسبلنجوال بيفتح في الفلور. عندي نواقص في التشيك. اوبوزيت ذا ابر سكند مولر، احنا انتوا عارفين الاسنان فيه مولر وفيه بري مولر. اللي هم الدروس. في دروس ثلاثة وقدامهم ثلاثة بري مولر وبعدين السنان بقى والانسيزور من قدام. فالبري مولر ده هم السكند بري مولر. قصاده بالظبط. في التشيك بتفتح الباروت الجلان. فالباروت الجلان فتحتها في التشيك. في الفيستيبيول اوف ذا ماوث. اوبوزيت ذا ابر. يعني من فوق الابر، من فوق لان في ابر وفي لور. ابر سكند. مولر. تو. تفتح الباروت السريبري. انا قلت الايه؟ انك فين؟ سليبري جلاند. يبقى عندي ثلاث سليبري جلاند بيفتحوا في الماوث. البروز في الفيسيول ذا ماوث اوف ذا ابر سكند، وممكن اشوف الفتحه بتاعتها. انها في الفلور ذا ماوث بيفتح السب لينج والسليبري جلاند والسب من دي بلور سليبري جلاند. ايه؟ بس تشيك. في الفيستيبيول اوف ذا ماوث اوف ذا ابر سكند. في الفيستيبيول ما بين السنان وما بين الخلف. اوبزيت ذا ابر سكند مولر بتفتح ودي فيكسد. ولازم تعرفوها بنقول اوبزيت ذا ابر سكند مولر، ولازم اقول ابر لان في لور. وسكند مولر لان في ثلاثه مولر. في الفيرست والسكند والثيرد مولر. اللي هو اخر ضرس العقل. طيب.